انا استقمت من كل شيء، ما في ضابط وما في شيء صح ولا بأي وسط، يعني من الوسط الفني للوسط لأي وسط ممكن تعتبره، ما في صح لأنه الناس مو صح. في واحد اتصل فيني وهددني، كنت بالبيت قاعد، أنا اتصل فيني على التليفون الأرضي وقال لي انزل إذا كنت رجال. فهذا الخلط بين الممثل والشخصية شغلة فظيعة، إنه يصدقوا إنه أنت ريوز باشي مو أنت فلان الفلاني. يعني كنت عم بلبس جزمة، العفو منك من المستمعين، والجزمة ما بعرف شو كانت، مو جلد بلاستيك مدري شو. فالعفو من منك ومن المشاهدين، تورمت اجري من فقفلة اجري. فكنت ما صدق امتى خلص يعني سير بريك لحتى حط بودرة حط كذا. فالناس ما بتقدر معاناتك، انت عم تعمل دور مثلا قديش عم تتعب بهذا الدور. لما اشتغلنا العربجي مدوا لك الحارة تراب ولبسونا جزمات، والجزمات كمان انا اذتني، وتراب بيعمل خلقته للواحد، يعني شغلة يعني في معاناة انت عم تعاني منها، عرفت شلون؟ فالناس ما بتقدر مدى عذابك. ممكن مشهد انت مدته 10 ثواني على هذا تشتغل فيه 3-4 ساعات. في شيء معين متضايق منه، شو هو؟ كل شيء، كل شيء عم يعانوا منه الناس، هذا متضايق عليهم ومتضايق من هاي الحالة العامة. يعني هاي المعاناة فظيعة لا تطاق. في شيء على وجه الخصوص مثلا انت بتلاقي انه لازم هو بأقرب وقت ممكن ينحل اذا بدنا نقول؟ ما في شيء ممكن ينحل لهالدرجة. التشاؤم استاذ علي؟ لهالدرجة واكتر كمان. ايه ما في شيء ممكن ينحل لأن الأمور من سيء لأسوأ، فما في توجه للحل. مفترضين بالوسط الفني عموما أنه في 4-5 أو 6-7 هدول شيوخ الدراما وشيوخ التمثيل وخرطهم الخراط وقلبوا مات، هدول بيقضوا مئات الملايين خلينا نسميه. أنا هي اللعبة ما عرفت ألعبها من أنه أنا بلشت معهم، يعني عمليا ما عرفت ألعب هي اللعبة.